السلام عليكم، معكم حكيم توفيق، قيادة الحريويين، مراقب بناء العشوائية والبناء في الجماعة. أنا اليوم في الصباح خرجت من الدار، تعرضت لحادثة ديال الضرب بواسطة هراوات وراسلي، لدرجة أنني الله أعلم واش نبقى حي ولا لا. والسيد لي أداني كان تيجي عندنا، كنا وقفنا له البني، هو من الصماصرة ديال البناء العشوائي والتجزئة السري بالنسبة لجماعة ملوسة وجماعة البحراويين، وكان جا وهددني قال لي والله تنحيدك من الحياة، وأنا دابا بين الحياة والموت تنطلب الإنصاف ديالي من العدالة والنيابة العامة، وإلا أني ما عرفت راسي واش حي ولا ميت، بقيت حيين أرتاح أن مت أنموت مرتاح، وبغي يتم ليا بنتي، وعندي ثلاثة العمليات، جوج في رجليا وواحدة في عنق في العنق ديالي. بالنسبة للسلطة المحلية من نار جينا وحنا تنحاربو في هاد السيد. بالنسبة للقائد رئيس الدائرة كلشي تنحاربو فيه، ومني جيت الكلينيك لقيت العناية كلها كالعناية، من أطباء الإناش، من أطباء الراس، أطباء المفاصل، القلب، كلشي دابا راه تيدرسو في الحالة ديالي، عادي يشوفو على حساب هذا واش رجلي عادي يبقاو يتحركو ولا غنتشل ولا العمار بيد الله، أو مبقى عندي والو إلا ناخد حقي 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 هادشي باش نطالب. كنا وقفنا له البني وجعتنا وهددني تنحيدك، قال لي أنا عندي 80 عمارة دخل ليها الشرا وريح منبقاش نبني، وتايا نبيع لك عمارة برطمان وانا هاني معاك، تا تنطالب حقي حقي نشوف حقي شناهو هاد الدولة، حقي شناهو، هادا هو باش نطالب ياخدو ليا حقي منه. هاد الدار عندي بنية عندي إتمها عندي، أنا دابا معرفش راسي واش غادي يوقع ليا شلل، راه الطبيب هدر معاكم واش غادي يوقع ليا شلل، واش غنموت الله أعلم، لأن الضرب عندي في عنقي. فهي الطبيب في واحد البلاصة سميت السي سانك والسي سيس والسي سات، هي تماك فين ضربتي، دابا كي مقدرو نديرك والو، تنعرفو رجلك واش غتحرك ولا لا. ولي قطعوهم جوج طونوبيل، السكان هما اللي عتقوني، قال لي واحد السيد جاني قال لكم أنا كنت غتموت، اتصلوا بالسيد القائد والسيد الباشا، هما لي جابو الإسعافات وجابوني، مبقيتش عاقل شنو طرا من بعد. تصدقت راسي هنايا شويه دابا في كلينيك السلام تيديرو ليها بسكانير ولي غام وداكشي داكشي، ودابا باقي ما كاينه حتى حاجه، عديت ثلاثه العمليات اش فيهم الله أعلم.